السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في الإيثيكال هاكينج بنتكلم عن الـ DNS إن شاء الله. أوكي يا شباب، النهاردة بنتكلم عن الـ DNS، أو بمعنى أصح DNS spoofing. بس قبل ما نتكلم عن يعني إيه DNS spoofing والحوار ده، يعني لازم تفهم يعني إيه DNS أساسا. بغض النظر حضرتك درسته أو ما درستوش، إحنا لازم نشرحه عشان الناس تفهم، وده هيفيدك في عموما اذا كان في اللينوكس، اذا كان في الويندوز، اذا كان الناس بتحضر الاختبار ان شاء الله. حتى السي سي اي اي اوريدي عندك هيسالك في الدي ان اس، على الرغم ان هو مش عندك في منهج الان بي ولا الاي اي، لكن هو مفيش حاجه اسمها ما تعرفش بتشتغل في مجال النتورك، مفيش حاجه اسمها ما تعرفش الدي ان اس. فهنبتدي ان شاء الله نشتغل على الدي ان اس. بس قبل ما نبتدي على الدي ان اس، انت اوريدي بتاخد كورس هاكينج، فاوريدي عايزك تفهم شويه نقاط مهمه وتفهم الموضوع زمان كان ماشي ازاي. كبداية احنا من اول مكنة فيرتشوال ماشين 7 من اولها معانا عشان هنشتغل من خلالها، وانا اقصد ب7 عشان تبقى مكنة ريليفنت او يعني حديثة شوية، ما تبقاش ايه عليها يعني ما تبقاش اكس بي مثلا وبنجرب على اكس بي، لا خلي نفسها. ممكن كانت 8 كمان تكون الاول، مفيش مشكله. بص يا سيدي، عموما قبل ما نبتدي الدي ان اس نفسه، الناس قبل الدي ان اس كانت بتشتغل ازاي؟ كان اللي عنده قايمه باسماء المواقع اللي هو رايحها اكتر يخش على مواقع اكتر، اللي ما عندوش قايمه باسماء المواقع بيخش له على موقع او اتنين وخلاص، على كده ما بيعرفش يوصل بقى اكتر من كده. طب الكلام ده كان بيجيبه منين، ولا بنعمله ازاي، ولا الحوار ايه بالظبط؟ هقول لك دلوقتي. في ملف اسمه هوستس فايل. الهوستس فايل ده بنفتحه وبنكتب فيه اسماء المواقع. طبعا الشاشه لسه سودة هنا. في ملف اسمه هوستس فايل. ملف الهوستس فايل دوت بنجيبه وبنفتحه وبنكتب فيه انت رايح فين او هتتعامل ازاي، يعني شكل التعامل هيبقى عامل ازاي، الاي بيهات اللي انت رايح لها والموقع اللي انت رايح له. ف في العادي كنا بنكتب اسم مثلا موقع ياهو، ونكتب الاي بي بتاعه ونروح رايحين لياهو، رايح لاي موقع وهكذا. بس في مشكله هنا. ايه هي المشكله؟ ممكن كان حد يلعب معانا لعبه مش كويسه، يلعب لنا في الهوستس فايل ده. تعال نشوف. اولا الهوستس فايل بيقع فين؟ في الويندوز بالذات بيقع في ماي كمبيوتر. طبعا ماشيين مفيش مشكلة، هي لسه بتقوم بس كانت اوكي. بيقع في ماي كمبيوتر في الدي في سوري في السي على طبعا لسه ما فتحتش، انا بس جاست بقول في السي على ويندوز على سيستم 32 على درايفرز، ده المسار بتاعه. هنفتح السي اهو، اهو حتى كل حاجة هنفتحها هتاخد الوقت ده ولا ايه؟ المفروض أول مرة بتعمل لود خلاص؟ فتح 5000 مرة. أيوة كده خلاص. فتح أدي السي يوزر ويندوز وسيستم 32 سيستم 32، في عندك درايفرز ومنها الاي تي سي اتسترا الاخ زي ما بيقولوا، وادي هوستس ايه الهوستس فايل، هو ده اللي بنكتب فيه المواقع. طبعا هو لما بيجي انت تخش على اي موقع اول حاجه بيعملها بيدور في هذا المكان، بيدور في الهوستس فايل. طيب هنفتح هذا الملف بايه؟ والله واحد يعني يقول لي ممكن في برامج كتيره اديتورز، بس ممكن تعمله بالوورد باد لو انت على الويندوز 7، ممكن بالنوت باد لو انت على ويندوز اكس بي. طبعا هنشتغل بوورد باد. اوكي طيب هفتح الوورد باد. نفتح الفايل ونبدا نشتغل عليه.
بص معايا حضرتك، هنا هتلاقي ان هو كل دي كومنتس كومنتس كومنتس، دي ممكن تعمل لها ديليت ديليشن، مش مشكله تعمل لها ديليت تمسحها طالما هنا بادئه بالهاش، خلاص ما فيش مشكله. او الشباك، الناس بتعرفه باسم الشباك، اوكي. لكن هنا انا ممكن هو بيديك اكزامبل، بيقول لك الاي بي 102 54 94 97 بيوديك على الموقع الايه الفلاني. طيب هنا انا ممكن اعمل ايه؟ احط، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحط الاي بي بتاع الموقع اللي انا عايز اروحه، وهنا الناحيه التانيه بكتب اسم الموقع اللي انا عايز اروحه، وبالتالي كان بيوديني. طب هفرض فرضا ان انا جيت في الجهاز بتاعي، حطيت هنا في هذا الجهاز حطيت الدي ان اس بتاع مثلا اربع تمانيات او اي حاجه، اي دي ان اس اهو، احط له افتح اقول له بروبرتيز واحط له ايه دي ان اس. ماشي، حاطط له 4 8. هل بقى هيتخطى الهوستس فايل ده ويروح ياخد من دي ان اس؟ هقول له لا، اول حاجه بيدور هنا، اذا ما لقاش يروح رايح على دي ان اس. يبقى هنا يبقى الهوستس فايل رقم واحد. وهنا بقى الخدعه اللي ممكن تكمن في ان انا ادخل على جهاز واحد عن بعد وابدا ان انا اضحك عليه. اضحك عليه ازاي؟ ان انا اعمل اديتنج لهذا الفايل. بس خد بالك، هذا الفايل المفروض ان هو بيبقى سكيورد، وحتى انت حتى كيوزر انت داخل ما مالكش صلاحيه. طبعا بالميتا سبلويت اللي احنا خدناها المحاضره اللي فاتت حضرتك تقدر تدخل، لان هو بيديلك فول كنترول كادمنستريتور على الجهاز، فول ادمنستريتور، فتقدر ان انت تخش وتعمل وتعدل اللي انت عايزه، مفيش مشكله. اما اليوزر العادي المفروض ان انت، او مش يوزر عادي، انت كيوزر عادي مالكش اساسا. هنا انا يعني انا داخل بيوزر اسمه صقر دلوقتي، انا صقر مفيش، الادمنستريتورز اوكي تمام، انا كصقر مش ليا، فمش هقدر اعدل الا لازم ان انا ايه اضيف نفسي يعني، او ان انا بقى هلعبها اللعبه دنيئه شويه هقول ايه ضيف ايفري ون دلوقتي، مش مشكله يعني في السكيورتي بتاعته عشان اقدر ان انا اتحكم فيه. طبعا مش هحتاج الكلام دوت، ماشي everyone اهو، وهقول له سيتي فول كنترول. طبعا ده غلط اللي انا بعمله، بس عادي مفيش مشكله، انا مش محتاج حاجه منه دلوقتي. طبعا بالميتا سبلويت مش محتاج اعمل كده، لاني انا هخش هقدر افتحه واعمل اللي انا عايزه. طيب الهوستس فايل ده، الهوستس فايل ده هقدر اخترقه واقدر اعدل فيه، وبالتالي طب ايه صاحب هذا الجهاز اللي عليه ويندوز 7 لما هيطلب مواقع معينة هيضطر ان هو ايه، هيضطر ان هو يدخل على المواقع اللي انا كتبتها له. معايا يا شباب؟ يعني انا كتبت له مثلا موقع ياهو باي بي تاني خالص، بضحك عليه مثلا بقول له اي بي بتاع جوجل مثلا، خلاص لما اجي يفتح هيفتح على ايه؟ يكتب ياهو يطلع له جوجل. حد عنده سؤال في الحتة دي؟ تمام، فكرة خبيثة. ماشي خلاص شباب معانا. طيب وفي اكتر من كده، اصعب من كده، ان انا هضحك عليه بشكل تاني خالص كمان، ان انا هعمل له يعني هعمل له ويب سايت يروح عليه، الويب سايت ده هحط له فيه الكريدنشالز بتاعته اللي هو يقدر يحطها، واحد يقول لي مش فاهم حاجه. طيب بص يا سعد، انا هفتح هنا سي مثلا، هقول له اتفرج معايا، هقول له هنا فيسبوك، فيس بوك مثلا، زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي بيقول لي مرحبا بك في التسجيل للفيسبوك والكلام دوت. طيب ايوه ايمن ثواني، بليز دونت انتربت. يعني المنظر اللي حضرتك شايفه ده انا ممكن اخدها اعمل لها سيف، وبعدين يعني كمنظر، او ان انا برنت سكرين يا سيدي، وبعدين تحطها على صفحه من بتوعك، والباشا اللي هيدخل هيكتب اليوزر نيم والباسورد بتوعه، ويعمل تسجيل للدخول. اوكي، حاجه من الاثنين، لو انت راجل فاهم في البرمجه بتاعت الويب سايت نفسها تقدر توديه على السايت بتاع الفيسبوك، وانت اوريدي خدت الداتا بتاعته،
خدت اليوزر نيم والباسورد بتوعه، او ان انت مش هتوديه في حته وتقول له ايرور مش عارف في تحميل الويب سايت ومش عارف ايه وكلام من ده، مش عارف يحمله، بس انت اوريدي عرفت اليوزر نيم والباسورد بتوعه على حسب انت كفاءتك ومعرفتك. يبقى انت وجهته لموقع تاني واخدت منه اليوزر نيم والباسورد بتوعه. ممكن تستخدم الموضوع في كده، او ممكن تستخدم الموضوع في ان انت بتحمي الناس من المواقع الاباحيه او يعني الموضوع ممكن تستخدمه هنا او هنا، يعني حسب انت عايز ايه. طب لو جينا هنا على فيسبوك دوت كوم، هقول له كوبي، هنيجي من سي ام دي، سي ام دي، وهقول له ايه بينج، واسيب مسافه اقول له بس. طبعا انا كده مش هينفع، مش هقول له اتش تي بي كذا كذا، اقول له فيسبوك بس. ده الاي بي بتاع فيسبوك اهو، ده الاي بي بتاع فيسبوك. خلاص خلاص، لو انا اخدته صفحة بنك مضروبة، صفحة حاجات كتيرة مضروبة يا معلم. ايوه خلاص، انتر، بلاش مقاطعة بس بالله عليك لو سمحت، هعمل لك بلوك للتشات. طيب مجرد ما حطيت الاي بي عمل ريزولفينج وراح موديني على فيسبوك زي ما حضرتك شايف. جميل قوي. طيب طيب تعالى بقى نلعب. هحط له 111.111.111.111.111 وهنا كنترول في، سوري، اقول له www.base. لما يكتب فيسبوك دوت كوم يوديك على اي بي 11، ده اي بي انا مفتكسه من دماغي اساسا، يعني عامله كده هبل. ممكن اوديه على اي بي انترنال براحتي، ده اي بي انا بستهبل كده عليه. تمام، انا عملت سيفنج للفايل، كل اللي هاجي اعمله اقول له في الران سي ام دي، وده برضو سهل، هنعمله له برضو من ميتا سبلويت، اقول له ران از ادمنستريتور. طبعا هناك في ميتا سبلوت مش هقول له حاجه، ده انا جاست ان انا هفتح واكتب له، اقول له ايه اي بي كونفيج على فلاش دي ان اس. طيب هنا بيقول لي الحمد لله رب العالمين، هنا بيقول لي فلاش دي ان اس، نضف لي الدي ان اس، خلاص ما عادش في حاجه متكيشه عندي. المفروض ان انا افتح براوزر اقول له فيس بوك، بيحاول يدور عليه هو الراجل، مفيش، مش لاقيه. طيب تعالى هنا نقول له بينج فيسبوك دوت كوم، طيب تعالى هنا وديني على فيسبوك تاني، بيتمنى يحمل. انسى. طيب هل لو انا قلت له هات لي الاي بي ده، يعني هو راح استخدم الدي ان اس، انتر، قول له كنترول في، يحمل معانا فيسبوك؟ تعال نشوف ال مفيش.
تعالى هات لي واتس ماي اي بي ادرس. اهو از اسف جوجل. وخلاص قول له شوف لي بس الاي بي ده بتاع انه سايت. مين ده يعني؟ عايز اعرف الاي بي ده تبع الفيسبوك. بس هو ما حملش معاك، بيحاول يحمل معاك الرئيس، مفيش تحميل معاك. ده تبع الفيسبوك فعلا. طيب يعني عرفنا ان هو تبع الفيسبوك، مفيش مشكلة. طيب جميل قوي. تعال بقى هنا حضرتك كمان حط لي، خد بقى بالك اللعنة اللي انا هعملها في الناس. عشان لا محالة يعني. هقول له الناس. يعني الناس اذا طلبوا الويب سايت دوت وديه على الاي بي ده، اذا طلب الاي بي ده وديه على كوكو واو. ده كده انت بتستهبل علينا. بالظبط كده. اتفضل يا بيه. يحاول يعمل له ريزولفينج. كتبت له الاي بي ده يوديك على موقع كوكوا دوت كوم. اذا كتبت له كوكوا دوت كوم يوديك على الايه؟ على الموقع. انت كده يعني هيست الدنيا خالص، حتى مفيش حاجه اسمها كوكوا دوت كوم. يبقى انا هنا عملت فيك اي بيز بتوديك اماكن مختلفه. انا اقدر ان انا احط هنا اي بي للسي ان ان، لما تيجي تفتح فيسبوك يفتح سي ان ان، وهكذا. ده احنا عملناه في الايه؟ قبل كده في دروس تانية، والنهارده ادينا ايه؟ اتكلمنا عنه في هذا الفايل، ونقدر نعمل له ايديتنج، وده اقوى من الدي ان اس نفسه. طيب انا هنمسح الكلام ده كله خلاص. اهو فايل سيف. شلت بقى الكلام ده، نضفته خلاص. هيبدأ يدور. طب فيسبوك دوت كوم، خلي بالك معايا من اللي بيحصل. اولا شوف الوقت اللي هو واخده قد ايه. بص معايا، شوف الوقت اللي هو واخده قد ايه. شوف بقى له قد ايه بيحمل. بس برضه ما حملش. طب ليه؟ ليه الوقت ده وبرضه في الاخر ما حملش؟ لان الكلام ده كله اوريدي زي ما قلنا قبل كده في الكاش. طب نعمل ايه؟ اقول له ستارت اهو. قال له اي بي كونفيج على فلاش دي ان اس، نضف لي يا حبيبي الدي ان اس، وبعدين بعد كده ايه؟ اشتغل. يلا حبيبي. يوديك عادي جدا ان شاء الله بدون اي مشاكل. هياخد وقت سنه ما قلناش، بس هيشتغل. لان الكاش نضيف، المفروض ان هو دلوقتي لما اقول له روح على فيسبوك يروح على فيسبوك، الا اذا بقى انا ايه ما سيفتش الفايل، او يعني بوظت السيف بتاعه. نقفل الاكسبلورر نفسه يا سيدي خالص. كلوز. تحصل لنا اكسبلورر جديد، نقول له فيس. دخل معانا تاني بدون اي مشاكل. البراوزر بس كان بيستهبل عادي. بس يا شباب ادي ام معانا. ده كان العقد الاولاني، ان انا احنا كنا الجزء الاولاني سوري، ان احنا كنا بنشتغل بهذه الطريقه، ودي فعاله جدا جدا جدا، ان انت تقدر تاتاك عليها وتعمل اللي انت عايزه وتبوظ له، تبوظ للشخص الايه الدنيا. يا اما تعمل اتاك على الدي ان اس سيرفر بتاعه هو،
بتاع الشبكة اللي هو فيها، إذا كان إذا كانت نتورك بقى وأكتيف دايركتور والحوار ده، وعيش حياتك يا ريس اللي هتعمله لهم في الأكتيف في الدي إن إس بتاع الأكتيف اللي نازل في النتورك بتاعته، هيطبق عليهم إيه؟ على اليوزرز كلها، مفيش مشاكل. طيب الجزء ده لو حد عنده أي سؤال يتفضل يسأل، على الجزء ده ما يسألنيش أسئلة خارجية من دماغه في حاجة تانية خالص، عايزين نتكلم على الجزء ده عشان نقفله. اتفضل. مش فاهم. اه يعني انت دلوقتي اللي فهمته ان انت بتقول ان انت يعني فهمت ازاي تخليه تعمل له ثواني بس اكمل كلامي، ثواني بس، تعمل له ريدايركشن عشان الكلام ده يتسجل، بس نعمل له ريدايركشن على اتجاه تاني، على ويب سايت تاني، على صفحة تانية، صح؟ تمام. الصفحة التانية نفس صفحة الفيسبوك وكل حاجة، وهو الباشا مش واخد باله من أي حاجة، وفيها اليوزر نيم والباسورد، صح كده؟ تمام. الداتا اللي انت هتحطها دي المفروض يتعمل لها، المفروض يتعمل لها انبوت، يتعمل لها انبوت في، يعني انت هتحطها وتقول له اوكي، فتتاخد تتحط في فايل، او يتعمل لها سيندنج لحاجة تانية. تمام. ده يعني شيء بسيط، مش صعب ان انت تعمل داتابيز لويب سايت، ان انت تعمل داتابيز صغيره كده لويب سايت، ده مش حاجه كبيره يعني، يعني انت لو قعدت تتعلمها في خلال اليوم تبقى حلوه قوي. تمام. مش هتنشئ موقع بمعنى كلمه تنشئ موقع، ده انت حتى الخانتين دول بس ممكن تشغلهم للموضوع ده وخلاص، مش هتكمل بقيه الشغل يعني. كل اللي انت عايزه هتعمله. طيب اقفل بقى المايك. حد تاني عنده سؤال؟ مفيش حد عنده سؤال. اوكي، احنا دلوقتي قمنا بدورنا ان انا اشتغلت على المكنة 7 زي ما حضرتك شايف، ولعبت في الهوستس فايل اللي هو ده تارجت مهم جدا. محمد مين ممكن بسرعة أخلي الصفحة المزيفة تبعت لإيه؟ آه مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، تبعت لك الداتا كلها على الميل، مفيش مشكلة. خلاص؟ هنا بقول له يحتاج ريستارت، طبعا هيحتاج إن أنا أشيل منه النسخة الأخيرة من الأوبونتو إن شاء الله. حاضر يا والدي، نشيل الايه يا سيدي، يا الله الرحمن الكريم، ماشي يا عم، يعمل ريستارت يا اخي. طب اقول له بالمرة، نقول له باور اوف بالمرة بقى عشان ايه مش محتاجينها دلوقتي. طيب مطلوب مننا حضراتكم ان احنا نشغل مكنة 2008 نحط عليها الدي ان اس، نشغل عليها الدي ان اس، يعني هي مكنة 2008 يا مصحي. اتفضل لو عندك سؤال اتفضل قوله على ما تشتغل الدنيا، وحتى على الأقل نسجله. اتفضل. انت عايز تغير اعدادات معينة مثلا في الجهاز؟ طيب حبيبي ده الموضوع سهل، انت ممكن تغير له في البوليسي، تقدر تغير له في الريجستري. لو حد تاني فتح المايك يا ريت يقفله يا جماعة. هو الصوت ده عندك انت يا سامي؟ تقدر تغير في الاعدادات بتاعت اي جهاز اللي انت عايزه من اللوكال بوليسي بتاعت الجهاز، تقدر تفتحها وتتعامل معاها، تقدر ان انت تلعب في الريجستري عنده وتعمل اللي انت عايزه، تعمل هاكينج للريجستري وتحط القيم واللي انت عايزه فيه تعمله، طبعا تقدر.
الموضوع بتاع الميتاسبلويت المرة اللي فاتت محتاج ان انت تقعد تجرب حاجة حاجة وتطلع، واتفقنا مع بعض المرة اللي فاتت، ولكن واضح ان الناس ما عملتش حاجة. في نهاية الحلقة النهاردة بأمر الله هندي واجبات للناس. اي حبيبي اتفضل. طب ما سهل انت تخش تاخد الكوكيز بتاعته زي ما انت عايز طبعا يا حبيبي، انت تقدر تعمل ابلود للداتا اللي انت عايزها. لا ممكن تتمسح وتخلي البراوزرز بتاعتك تمسح الكوكيز على طول. قبل ما الجهاز يطفي اتفضل رد عليه. نعمل ريسيوم دلوقتي. الماشين ديت نظيفة جدا ما عليهاش حاجة غير عليها دي اتش بي سيرفر. ممكن اعمل له ريموف لو انت عايز، او خليه ما فيش مشكلة، ما عنديش اي مشاكل. هنيجي النهاردة نقول له رولز وهنسطب خدمة الدي ان اس. اقول له اد رول وسطب لنا سعادتك خدمة الدي ان اس. ايوه دي ان اس سيرفر، وتفضل حضرتك نيكست. طبعا ما عنديش اكتف دايركتوري ولا عندي اي حاجة، انا جاست ان انا هسطب خدمة الدي ان اس فقط. طيب واحد يقول لي خدمة الدي ان اس دي بتعمل ايه؟ اقول له الدي ان اس عبارة عن ريسورس لوكيتور، او بتحدد لك الاماكن المصادر بتاعتك، اذا كانت برينتر، اذا كانت موقع، اذا كان جهاز، اذا كان اي حاجة. يعني ده من احد الوظائف اللي بتقدمها الدي ان اس. ممكن تبقى ريدايركتور لو انت اشتغلت فيها بشكل اللي انا قلت لك عليه النهارده دوت. من مواقع الدي ان اس اللي بتدي لك دي ان اس، مثلا عندك موقع اسمه اوبن دي ان اس، يا ريت الناس تعمل عليه سيرش او ريسيرش، تقعد انها ايه تعرف بيعمل ايه. الموقع ده جميل قوي، تقدر تحجب بيه المواقع اللي مش محترمه والحوارات ديت من النتورك بتاعتك. اوريدي في فيديو له معانا، لكن مش هدي لك الفيديو الا لما انت تعمل ريسيرش عليه، يعني تعمل بحث صغير كده عليه. طيب دلوقتي دي ان اس نزل على ادمنستريتيف تولز عندي هنا، وهناخد الشورت كات بتاعته نحطها عندنا بره. ده الدي ان اس بتاعنا. قبل ما ابتدي انت محتاج تفهم ايه اللي بيحصل. الاول المكنه دي الاي بي بتاعها كام؟ بص معايا كده 172 اي بي من النتورك بتاعتي. طيب بص معايا كده حضرتك، محطوط لي 4.8. تقول له لا مش عايز 4.8، خد منك، خد منك من نفسك 3.1.1.4.6. هياخد من نفسه. واحد يقول لي كده مش هيدخل نت، هقول له هيدخل نت. طب ليه؟ لانه حضرتك هو بقى دي ان اس سيرفر هو اللي متكفل بالعمليه. واحد يقول لي طب هيحصل الكلام ده ازاي انت بتهرج؟ هقول لك هتعرف دلوقتي بامر الله، هفهمك كل حاجه دلوقتي واحده واحده ان شاء الله. سبيشال الاحداث، هقول له هنا جوجل. هياخد في الاول لحظات بسيطة، بس بعد كده لما اجي افتح جوجل هيفتحه زي الطلقة. اهو ناخد كوبي كده من موقع جوجل، واقفل الويب سايت تاني، وابدأ ان انت افتح تاني ها جوجل، واكتب الموقع كنترول في. اخدت وقت اقل، وفي النتورك عندي هتاخد ان شاء الله وقت ايه؟ وقت اقل. طيب تعالى قبل ما نعمل اي حاجة، تعالى بس نقارن شغلنا. تعالى هنا في السيفن هقول له حضرتك انت كنت بتاخد الدي ان اس بتاعك من 4.8 صح؟ انا عارف خلاص مالناش دعوه بالهوستس فايل دلوقتي. هاجي اقول له لا يا باشا، انت تاخد بقى الايه النت بتاعك من، او يعني الدي ان اس بتاعك هتاخده من 46 172 3.1.1 4.6 اللي هو السيرفر. طبعا دي احنا في نتورك بقى، ويعني مصنع او شركه او كذا، هو ده اللي بيبقى حاصل، ده اللي حاصل. تمام، هاجي افتح اي موقع، مفيش مشكله هيفتح معايا اي موقع انا عايزه. اقول له cnn.com واقول له انتر. هياخد معايا ثواني بسيطه، سوري لحظات بسيطه، ويبدا ان هو يحمل ايه معانا موقع cnn. مفيش مشاكل معانا يا شباب. طب حمله منين ده؟ انا لو ما كنتش نزلت خدمه الدي ان اس اساسا على سيرفر 2008 وانا ربطت نفسي عليه ما كانش هينزل. يعني انا لولا ان انت سطبت دي ان اس ما كانش هيدخل. يعني هو دخل عشان انا سطبت دي ان اس اساسا على المكنه السيرفر، وده مهم جدا جدا جدا. طيب بص يا سيدي،
احنا اتفقنا مع بعض، هو هناك بيدور فين؟ بيدور واحد في الهوستس فايل، اتنين بيدور في الكاش، ملقاش في الهوستس بيروح الكاش، تمام. طب لا لا الهوستس فاضي، يشوف الكاش، الكاش طب خلاص احنا الكاش نظفناها، طب هيروح فين تاني؟ قال لك هيروح على الدي ان اس سيرفر. الدي ان اس ايه؟ سيرفر. طب الدي ان اس سيرفر فين؟ احنا قلنا له في السيفن روح على مكنه 46، اللي هي المكنه دي 146، وهي المكنه دي 146. طيب لما يجي للمكنه دي، المكنه دي هتقول له ايه؟ هتقول له في حاجه اسمها فوروردرز. فوروردرز دول اللي هو اللي بيستقبلك ويسلمك لحد، من الاخر عامل زي السمسار او اللي هو الجايد اللي هياخدك يوديك في حته وخلاص. الفوروردرز هنا انا ممكن اقول له، يعني انا ما عنديش دي ان اس وما عنديش حاجه، فاقول له ايديت واقول له خد حضرتك 8 دوت 8 دوت 8 دوت 8. ده مين ده؟ بتاع جوجل. عمل كونكت عليه وهيطلع لك جوجل دلوقتي، انتظر عليه ثواني. هيقول لك ايه؟ انا بيعمل ريزولفينج اتمبتنج تو ريزولف، ثواني هيقول لك جوجل، قال لك جوجل بابليك كذا كذا كذا. طب ده معناه ايه يا خال؟ بص بالظبط كاني انا قلت ايه، انا ما قلت له في اوردرز اربعه اربع تمانيات، معناها ايه؟ كل الناس اللي هما زي السيفن ده كتب الاي بي تمام، اللي هو 46 عنده بتاعي، الاي بي بتاع السيرفر، خد يا سيرفر واعمل له ريدايركشن على ايه؟ على جوجل، كأن الناس كتبت اربع تمانيات عندها. بس انا شغال ايه؟ وسيط في الليله دي، انا شغال وسيط في الموضوع دوت بس كده. طيب حلو قوي، اقول له لا. طب انا كده ممكن احط الفوروردرز اللي انا عايزه، اقول له اه، اقول له لا انا مش عايز لا فوروردر ولا بدنجان، اقول له اديت. يبقى فهمنا ايه ايه شغلانه الفوروردر. اه فهمت شغلانه الفوروردر، جميل. طيب في حاجه تانية، ايه هي بقى حضرتك؟ ان انا طب افرض، طب فرضا انت ما عندكش فوروردرز ومع ذلك وديتنا نت، طب ودانا نت ازاي؟ قال لك في حاجه اسمها الروت هنتس، دول الجذور بقى بتاعتنا، ودول 13 سيرفر على مستوى العالم متفرقين، بس في بتاع 6 منهم من 13 في امريكا او 5 منهم في امريكا والباقي موجود في بلاد تانية. تعال افتح كده الروت هنتس، هتبص هتلاقي دول ايه؟ السيرفرات اللي موجوده على مستوى العالم. طيب لو قلت له في واتس ماي اي بي، سوري واتس ماي اي بي ادرس، وهتبدا تحط الارقام، يعني اخر واحد ده فور شور ده بتاع في اليابان، هتلاقي ده في يو اس، مش عارف واحد تلاقي تاني هتلاقيه في نيدرلاند او هولندا وهكذا. الايباد دي موجوده في بلدان مختلفه، دول 13 سيرفر من ايه لام، اي بي سي دي اي اف جي لحد اي ام 13 تقريبا، ايه حرف. فدول 13 سيرفر هم اللي شايلين العالم كله. واحد يقول لي طب هم شايلين العالم كله ازاي؟ عاملين زي السجل المدني. السجل المدني ده انت بتعمل فيه ايه؟ مش بتسجل فيه المواليد والوفيات والحاجات ديت، الناس اللي موجوده و و و اهو نفس الكلام، المواقع متسجله فيه في السجل المدني ده. معايا يا شباب؟ السجل المدني ده متسجله فيه المواقع واماكنها فين وايباهاتها ايه والحوارات ديت. فانا اذا السيرفر ما عندوش حاجه في الكاش بتاعه، مش مكيش حاجه عنده، يعني انت مثلا واحد يقول لي مش فاهم، اقول له المكنه 7 لما دورت الاول في الهوستس فايل ما لقيتش، دورت في الكاش عندها ما لقيتش، راحت جايه للسيرفر، السيرفر شاف لها في الكاش ما لقاش، بص حلوه في الكاش ما لقاش ديت، بص لها عنده في الفوروردرز ما فيش فوروردرز، جه في الروت هنتس قال لهم صباح الخير بقى يا رجاله، شوفوا لي بقى فين، شوفوا لي فين الويب سايت. طبعا الرجاله دول هم دول الاساس اللي بيترجستر عندهم اساسا، اي موقع في العالم بيتعمل ريجستريشن وبيتحط عندهم، تمام. واحد يقول لي هم بس في العالم كله 13 سيرفر، هقول له لا، ده دول ال 13 اللي هم مسميهم، بسميهم الفرسان ال 13 ماشي، لكن طبعا تحتيهم الاف السيرفرات اللي هي بتعمل عمل الدي ان اس. انت ممكن تبقى دي ان اس سيرفر اللي هو المكنه السيرفر اللي انا مشغلها دي، ممكن اشغلها دلوقتي واعملها فوروردنج للدي ان اس في الاي دي اس ال مودم بتاعي، وبعد كده الناس تكتب الريل اي بي بتاعي عندهم في اجهزتهم على انه دي ان اس سيرفر، ويبداوا يخشوا يدخلوا النت من خلالي انا، ابدا اقفل مواقع يتقفل عليهم مواقع من خلال الدي ان اس، اعمل لهم ريدايركشن يتعمل لهم ريدايركشن وهكذا، يعني ريدايركشن. طيب انا كل اللي انا عملته هنا لحد دلوقتي ايه في الدي ان اس؟ عملت له هنا الروت هنتس وقلت له الفورورد. طيب تعالى معايا بقى هنا، تعالى يا سيدي هنعمل زون، هضحك على الناس، هعمل فورورد زون. واحد يقول لي يعني ايه فورورد زون؟ هنعرف واحده واحده، احنا بندرس ويستدي باي اكزامبل، مش بندرس اكاديمي بطريقه رخمه، لا احنا واحده واحده استدي باي اكزامبل، وده افضل حاجه. اقول له نيكست، هيقول لي في برايمري في سكندري في ستوب زون، لا احنا عايزين برايمري. طب والسكندري؟ السكندري دي اديشنال للبرايمري، يعني حاجه لو اوريدي في برايمري يبقى له سكندري، لكن ما فيش برايمري يبقى ما فيش سكندري.
الستاب زون دي ناس بتوع الاكتف بقى تدرسها معانا بامر الله، ان انا بعمل حاجه اسمها تراست ريليشن شيب ما بين تو نتوركس مع بعضيهم، او شبكه في بلد وشبكه في بلد، فبعمل زي نظام تراست بس يعني في الدي ان اس، حاجه صغيره كده، نظام مراية، بعمل مراية بس للشبكة التانية. سيبنا من ده كله، مش وقته دلوقتي، خلينا في البرايمري زون. هقول له برايمري زون وهقول له احنا قبل كده دخلنا على الفيسبوك اشتغل معانا، هقول له هنا فيس تاني باك ماشي دوت كوم، ده اسم الزون مفيش مشكلة، كنترول اي كنترول سي، اقول له نيكست، هيعمل لي فايل اسمه فيسبوك سميه انت هتخوفنا. هنا قال لو allow both non-secure and secure updates okay، يعني اي حد معاه سيرفر في النتورك بتاعتنا يعمل نت يعمل ابديت ولا لا، ما تعملش ابديت مع حد وانا بعمل له مانيوال، اقول له لا لا توكل على الله مفيش مشكله، مع اني في الحقيقه بقى في الشغل لا، هقول له لا ما تعملش انا اللي بقول لك فينش. طيب عملت فولدر يا سيدي او 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 او, أو زون اسمها ايه فيسبوك. طيب وبعدين هعمل رايت كليك وكواردبل ايه زي ما حضرتك شايف كده، او طبعا هختار مش كواردبل ايه، لان هختار ايه واحده اللي هي اي بي فيرجن 4، لو هكتب اي بي فيرجن 6 يبقى انا خدت الايه الكواردبل ايه. المهم هنا هقول له هكتب له الاي بي اللي يوديني عليه. تعالى بقى هنا يا باشا نقول له في السي ام دي نقول له بينج مثلا كارز دوت كوم، موقع لذيذ قوي اهو، ببنج على موقع كارز. يا حبيبي دور على بينج كارز دوت كوم، ده هو جايبه على طول، كان بيستهبل بس معانا. هنقول له مارك هات لي الاي بي ده، حلو الكلام، كلام جميل. بص يا سيدي هقول له هنا دبليو دبليو دبليو، لما واحد يكتب لك فيسبوك دوت كوم وديه على الاي بي ده وقول له اد هوست. خلصت خلصت. طب ايه الحوار بقى كده؟ يعني لو الواد هناك في الموقع عنده طلب فيسبوك ودي على ده، طب تيجي نشوف، تعال نشوف. كبداية هنمسك المكنة السيفن، معلش اقول لها في الرن سي ام دي عشان لو عنده اي رواسب تنضف، نقول رن از ادمنستريتور قول له يس. هننضف ليه؟ اه هنا احنا فاكره لينكس، بتدوس السهم لفوق وبيكمل لك، لان حتى الحاجات اللي انت كنت مخزنها قبل كده. هقول له لا، هقول له هنا اي بي كونفيج على فلاش دي ان اس، كمان فلاشايه لو سمحت. خلاص خلاص. طيب افتح لي بقى حضرتك هنا، قول له فيسبوك لو سمحت، هنا اقول له فيس بوك خلي بالك انا كتبت له هنا فيسبوك، وداني على كارز دوت كوم. الله ده انت عملت لي ريدايركشن. اه شفت بقى الصياعه، انا عملت. طب واحد يقول لي طب ايه علاقته بالايثيكال هاكينج دلوقتي؟ انا عملت اتاك على السيرفر اللي فيه دي ان اس، ودخلت حطيت ريكوردز جديده للمواقع وخليت الناس تلف حوالين نفسها اهو، وتجي لي برضه عشان اخد منها اليوزر نيم والباسورد او اشوف هم بيعملوا وات ايفر، اعمل لهم مونيتورنج. ايه الحوار الجميل ده؟ ماشي. طيب يبقى هنا انا قلبتهم خليتهم يجي على كارز. طب سؤال، لو انا عملنا حطيت الاي بي بتاع فيسبوك هدخل على فيسبوك ولا هدخل على كارز؟ هدخل على فيسبوك. يعني هنا لو حطيت الاي بي بتاع فيسبوك هيدخلني على فيسبوك. خلاص يعني لو قلت له هنا في الريل المشين بتاعتي اقول له سي ام دي اقول له بينج فيسبوك دوت كوم ادوس انتر، جاب لي 66 في الاخر 88 اهو، ده 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 الايه الويب سايت. لو انا خدته كوبي كده، انا خدته كوبي كده وحطيته في المكان السيفن اهو كنترول في، هيدخلني على فيسبوك، قلبني ودخلني على ايه على فيسبوك. الله طب ما الزباين كده ممكن تبقى صيع. لا انت هتصيع ولا ايه؟ لا هو كده غلط، مش مشكلة، هو واضح ان في لبس، بس هو هيدخلك على الفيسبوك.
طب وايه الحل؟ هروح جاي الاي بي ده سعادة الباشا، المفروض يعني هاجي الاي بي ده معلش، ونيجي في السيرفر هنا ونقول له ريفرس لوك اب زونز، واقول له نيو، واقول له ايه ريفرس بقى بالعكس يعني بالاي بي هات، اقول له برايمري برضه زون، واقول له اي بي فيرجن 4 مفيش مشكله. هبدا احط الاي بي هات كما كانت. طب هقول لك حاجه، تعالى خليه لما يكتب الاي بي بتاع الفيسبوك يوديه على موقع تالت عادي، مفيش مشكله، ما عنديش اي مشكله. اهو 66 220، طيب 66 220، الرقم الاخير كام لو سمحت؟ اللي قبل الاخير 149. 149 سوري، 149. قولوا نيكست نيكست، قلاوي يا سيدي مفيش مشكلة، ونيكست وايه. خد بالك كل اللي انا هعمله جواه برضو رايت كليك هنا واقول له ايه، اعمل لي بوينتر بقى. بوينتر دي اللي هي ايه، مؤشر الى او مشيرة الى الايه، او فايل يشير الى الموقع من خلال الاي بي اللي بهولي النيمز. طيب هنا البوينتر بتاعك هقول له 88، خلاص خلاص. الهوست نيم بتاعه هقول له ايه، بص بقى انا هصيح عليه بقى، هقول له ايه، اقول له موقع تاني خالص بلاش كارز، اقول له مثلا ايه اي موقع تاني، يشوف لي كده اي موقع، حد يشوف لي اي موقع. وليكن اي www.nasrawi.com. حلو الكلام، حلو الكلام، قول له اوكي. يبقى هنا الباشا هياخد كوبي من ايه، من الاي بي دوت، قول له اوكي. طيب اروح بس معلش هناك في السيرفر الاول بالمره، هنا هنضف الكاش عندي، وهدول اللي هتنضف الكاش ده ازاي. هاجي يا سيدي من اكشن، يا سوري من فيو، هقول له ادفانسد كاش اوبشنز، كل دي هيقول لها ايه، لان هنا الموقع اللي اتدخل عليه. طيب هقول له لا كلير الكاش، خلاص ده في 2008. تعالى في 2000 طبعا ممكن اقول نفس الامر يعني، بس انا هنا دلوقتي اقول له على ال 7. يلا حبيبي كما تعلم، الاول ايه نقفل الويب سايتس، اقفل يا حبيبي، تاني لو سمحت، تالت لو سمحت. طيب افتح لي بقى الويب سايت، بص هقول له ايه هنا، هقول له ايه، اقول له فيس بوك جاب معاك كارز ان شاء الله. طيب هاجي بقى هنا، لا اقول له لا ده احط له الاي بي ده، بسم الله توكلنا على الله. بيستهبل معانا الجهاز، محتاج ستارت. طيب لو قمنا مكنة تانية وكتبنا فيها ال دي ان اس دوت هتشتغل، هيقول لك مصراوي يعني، هيختار مصراوي فعلا. تعدل بقى معانا، خليك حلو يعني. دي عشان احنا كنت عاملها يمكن في محاضرة تانية حاجة زي كده، ف اوكي سيف ذا ريكورد. طيب تعالى يا سيدي هنا، طب تعالى في 2008، انا ما عملتش حاجة في 2008، ما هو هياخد دي ان اس من نفسه برضه وما كناش دخلنا عليه، فان شاء الله المفروض ان هو ايه يوديني على بهنساوي. ده هو راجل عامل ريزولف، المفروض ان هو ما بيعملش ريزولف، المفروض ان هو بيوديك على الموقع، ما في خلل هنا في الموضوع، ولكن هو هيوديك على الموقع اللي انت كتبته، وده يمكن يعني حتى لسه مسجلينه في فيديو من يومين ثلاثة. طيب حد عنده سؤال في الجزء اللي فات دوت لحد دلوقتي يعني؟ حد عنده سؤال في الجزء اللي فات يا شباب؟
لا انا مش سامع، مش فاهم كلامك، لو سمحت قول لي. طب انت ده سؤال تسأله هنا يا ريس، يعني انت بتقول لي فيم وير، وهل فيم وير يجيب بياناتك؟ فيم وير بيتعامل كأنه مكنة حقيقية يا عيني. شوف انت لو مكنة حقيقية تقوم انها تعرف الداتا بتاعتك، يبقى الفيم وير يعرف. طب ما انت ممكن اغير الماك ادرس بتاعي برضو هنا بأي بروجرام او حتى مانيوال، لو انا عايز كمان اقدر اغير الماك ادرس بتاعي. طيب ايه علاقتها بالموضوع؟ مش فاهم. ايمن، الاجابه الشافيه لهذا الموضوع ان الفي ام وير بيتعامل كانه ماشين حقيقيه بيعمل اللي بيعمله التاني. لو تعرف تعمل اي حاجه بماشين، بمكنه حقيقيه، هتعرف تعملها بالفي ام وير ان شاء الله، بالنسبه للبروجرامز والشغل اللي انا بقول لك عليه دلوقتي. خلاص، ما عنديش اجابه اقوى من كده اقولها، يعني لاني خلاص ما يعني مش محتاجين. طيب، فما تفكرش ان ده فيرتشوال ماشين مش هيعرف يعمل كذا او هيعمل كذا، لا، المفروض الكلام ده احنا معديين الكلام ده اساسا. طيب يا سيدي، احنا هنا دلوقتي نرجع للسيرفر بتاعنا. انت سبق وقلت لنا ان في حاجه اسمها فورورد زون وريفرس زون. ايه الفورورد زون والريفرس زون؟ بص يا سيدي، الفورورد زون اللي بنكتب فيها اسماء المواقع او اسماء الماكينات او اسماء الاشياء اللي انا عايز اودي الناس عليها مانيوالي. انا كده شغال مانيوال، تمام؟ يعني هو الاول هيدور في الزونز دي، ولذلك لما كتبت فيسبوك ما راحليش سأل الروت هندس، ده راح سألني انا قبل ما يسأل الروت هندس، ولا حتى الكونديشنال فوروردرز. ده بدأ يسألني هنا في المانيوال، ما هو جاي بيقول لي انت عندك خلع خلفية لو عندكش، فقلت له لا ما عنديش، فراح رايح روح رايح للفوروردرز، او ما يلاقيش عندهم يعني ما لقاهاش في فوروردر، يروح رايح على الروت هندس. هنا لا، انا لقيت فيسبوك اهو عندي، وعملت فيسبوك وقلت له خش على موقع فيسبوك، وادي خش عليه بالاي بي، ادخل عليه بالاي بي الفلاني. طيب، اقدر هنا اعمل كرييشن او عمليه ان انا تصنيع او جعل ان انا اعمل زونز كتيره زي ما انا عايز، كل زون واحط لها الايه الاي بيات اللي انا ادخل عليها زي ما انا عايز. لو انا مسطب اكتف دايركتوري اوريدي عندي، اي مكنه بتعملها جوين للدومين بتاعي للناس شغاله على الاكتف، كله بيتحط الداتا بتاعته تحت الايه تحت الاورجانيزيشن سوري الزون بتاعتها بتاعت الاكتف دايركتوري. مثلا زي مثلا انت مسطب اكتف دايركتوري مسميه كوكوا دوت كوم مثلا، خلاص هينزل يبقى كلهم، كل الماشينز اللي هتنزل تحت الاكتف دايركتوري وتبقى عضوة في الجماعة بتاعت الاكتف دايركتوري، هيتحط الداتا بتاعتها تحت الايه الدي ان اس عندنا هنا. اقدر ان انا اغير، عشان بس الناس، في ناس اوريدي ما حضرتش معانا موضوع الاكتف والكلام دوت، فمش عايز بس ابقى كلامي يعني يبقى في معلومة زيادة عن اللي هو يعرفه، يعني مختلفة ما يعرفش يفهم مننا. يعني هنا لو قلت له بروبرتيز على البرنس بتاعنا، هتلاقي ان هو حاطط اللوب باك ادابتر، اللوب باك ادرس بتاع الادابتر بتاعنا اللي هو الفيرجن 6. تقدر تتعامل باي بي فيرجن 6 وتقدر تتعامل باي بي فيرجن ايه 4، وده اللوكال لينك لوكال ادرس اللي هو الابيبا بتاعنا شغال بيها. وزي ما انت شايف انا ممكن اقول لا ما تشتغلش بيه، مع اني بقى له استخدام زي الابيبا في فيرجن 4 كان 169 254 ما كناش بنشتغل بيه. ادي الفوروردرز اتكلمنا عنها، اتكلمنا عن الروت هنتس، ممكن ادلت من الروت هنتس دول اللي انا عايزه واسيب اللي انا عايزه، ممكن اضيف سيرفرات عندي في الروت هنتس لو انا عايز، اقول له ممكن اقول له ريموف، او عملت ريموف فعلا لواحد، او اقول له اد واكتب اي بي بتاع حد اهو مثلا وليكن جوجل،
احط الاي بي بتاعه واقول له ريزولف، وهات لي الايه جوجل، وخلي جوجل بالنسبه لي روت هنت. طبعا الروت هنت ده هتيجي مرتبته بعد الفوروردرز. تمام، حطيت انا جوجل ايه عندي، مفيش مشكله، اللي يريحك. لو قلت له ادفانسد هنا اقدر ان انا اقول له بيند سكندريز، وان انا اربط نفسك بقى بالايه باليونكس اللي هو الدي ان اس اللي نازل على يونكس، لو انا عايز او لو انت عايز يعني. طيب مونيتورنج هنا يبدا يعمل ايه، سيمبل، اعمل لك سيمبل كويري اجينست ذا دي ان اس سيرفر، كل شويه يعمل سيمبل كويري كده بوقت معين، بحيث لو في مشكله في الدي ان اس سيرفر يعمل لك وورنينج ويحذرك. عايز تقول له لا ريكيرسيف بقى كويري تو اذر دي ان اس سيرفر، تعمل ريكيرسيف على الدي ان اس سيرفرز الاخرى، مفيش مشكله. لو قلت له دي ان اس ناو هيعمل على الدي ان اس دوت، هنا لا على الدي ان اس اللي انت مرتبط بيها، هيبدا يعمل تيستنج. تيست ناو لو سمحت. تراست انكورز هنا ان انا هبدا ان انا اعمل كلمه انكور جايه من الانكور اللي هو الهلب اللي هو بتاع السفينه. انت عارف لما بيقع في الارض وبيمسك في حاجه ما بتعرفش تفكه بقى، بيبعتوا ساعات غواصين بقى يفكوها يعني، يا اما يقطعوا الحبل ويسيبوه بقى خلاص. فتراست انكور ده ان انت ممكن تعمل سكيور دي ان اس، ده مهم جدا بقى في شغلك في السكيورتي، انت تعمل سكيور دي ان اس، ويا ريت ده يبقى مبحث بالنسبه لك ان انت ازاي تعمل الكلام دوت. الموضوع سهل على فكره، فيه مش صعب. انا بقول لك تراست انكورز ار يوز تو فاليديت سكيور دي ان اس، ماشي، دي ان اس سيك ريسبونسز فروم ريموت دي ان اس سيرفر. يعني عشان واحد يقول لي مش فاهم حاجه، عشان الدي ان اس سيرفر ده يتعامل مع دي ان اس سيرفر تاني يبقى فيه يعمل شانل سكيور ما بينه او قناه سكيور ما بينه وما بين بعض. فهنا بتضطر ان انت تكتب تعمل الجوريزم للتشفير عشان ما حدش ايه تحط الجوريزم لتشفير الداتا عشان ما حدش يعمل بريكنج للكلام دوت ويبدا ان هو ياخد الداتا بتاعته او يبدا ان هو ياتاك على الدي ان اس داتا بتاعتك وياخدها باي برنامج يستنفر. فحضرتك بقى المفروض ان انت تتعلم تعمل اد وتعمل له اوثنتيكيشن. تمام، وتبدا ان انت تحط هنا الكي اللي انت هتشفر بيه وهكذا. هنا الايفنت لوجينج هيبدا ان هو اول ايفنتس لو في اي حاجه هيحطها لك في الايفنت لوج اللي هي اللوجز اللي هنا، في مشكله كذا 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 كذا، اي ايفنت او اي مشكله في الايفنتس هيحطها لك فين في المكان دوت. خلاص الشباب معانا. طيب ده كان البروبرتيز بتاعت السيرفر ككل، اما كل زون ليها بروبرتيز خاصه بيها. نقول له بروبرتيز مثلا هنا جاي بيقول لي هنا فيسبوك دوت دي ان اس ده الفايل بتاعك، لو انت عايز تغير الاسم بتاعه مفيش مشكله. ممكن تدور على هذا الفايل عندك في البي سي بتاعك وتاخده في السيستم 32 موجود، هتاخده وتبدا ان انت تفتح ايه الداتا اللي فيه تعرفها لو انت عايز. هنا الدايناميك ابديت زي ما انت شايف نون سكيور اند سكيور، تعمل تبقى نون سكيور مع الناس او سكيور لازم. طب لو انا قلت له لا ما تبقاش في ما تعملش مع حد يبقى انا لازم اشتغل مانيوال ساعتك. طيب انا ممكن اقول له بوز ما تشغلش دي ان اس زون ديت، ما تشتغلش، ما تديش بيانات للناس. طب السؤال لو انا عملت لها بوز عشان الناس بس تفهم، لو انا دخلت على الويندوز 7 وقلت له وديني على فيسبوك هيوديك على فيسبوك ساعتها، مش هيوديك هنا. ليه؟ لان هو دي مش شغاله، دي حاجه كده مهمله دلوقتي. فلو قلت له بوز خلاص دي مش شغاله خالص. طيب فرضا عندي سيرفر تاني وانا عايز ابقى سكندري له، يعني انا ابقى يعني اتلقى منه اللي هو الاوامر، فهقول له بدل ما انا برايمري اقول له تشينج وايه وحولني لسكندري. طب بس ساعتها لازم اقول له هو فين السكندري بتاعي، يعني مجرد ما اقول له ابلاي اقول له اوكي فين السكندري بتاعي، مفيش سكندري بتاعي، مفيش، انت تبقى يعني سكندري اللي اوريدي واحد تاني موجود. فاقول له تشينج يا حبيبي مش هينفع يبقى سكندري، خليه برايمري. تمام، ايجنج الداتا بتاعتك او الداتا بتاعتك اوريدي بتبقى موجوده في لمده 7 ايام وتعمل لها ريفريشنج 7 ايام يعني 14 يوم. ممكن تقول له سكافنج اذا ستيل ريسورس ريكوردز، لو
حاجات ما يعني داتا مهمله ما بيخش ما بيدخلش عليها او كده، او مواقع ما عادش بدخل عليها، اعملها ديليشن بعد 14 يوم زي ما انت شايف 7 و7. اقول له لا، بعد يوم، بعد اتنين، بعد ثانيه، بعد دقيقه، بعد ساعه، وات ايفر الوقت، هو كاتب لك بعد ساعه. اوكي، ايه ده اللي ترك، بحيث انه ما يكبر لكش الايه، ما ياخدش مساحه كبيره يعني. هو عموما ما بياخدش مساحات كبيره قوي يعني. الويندوز سيرفر ده اوريدي حاجه زي الدي ان اس، بس كان خدمه قديمه قبل كده وغير امنه بالمره، تقدر ان انت تخترقها وتشتغل عليه. النيم سيرفر ده اوريدي، ده السيرفر 2008 يعني اسمه سي سي اي سيرف، ده اللي بيشتغل مع شغال معايا انا. هنا بقى اقدر اقول له اد وضيف لي نيم سيرفرز معانا في النتورك بتاعتنا، اسمه كذا واسمه كذا واسمه كذا، يبقى بيني وبينه تعامل عشان هم دول اللي يبقى فيه سكيور ريبليكيشن او سنكرونايزيشن ما بيني وما بينه. كده بكل بساطة صغيرة كده احنا تقريبا انتهينا من الجزء الخاص بينا في الايثيكال هاكينج اللي انا محتاجه، عشان ان شاء الله بامر الله هنكمل بعد كده في ان انت تعمل سبوفينج للدي ان اس، ناخد حتة كده عملي لذيذة وخلاص على كده. طبعا دي قبل ما انتهي النهارده من درس دي ان اس بالنسبة لك، بالنسبة للايثيكال هاكينج. اللي عنده أي أسئلة يتفضل، إيه أسأله يعني، إيه يسأل اتفضل. الناس الحاضرة معانا، تعالى كده نشوف مين معانا دلوقتي. الكابتن ميدو قاعد معانا، لو سمعني يفتح المايك اتكلم. عندك أسئلة؟ ما عندكش أي أسئلة خالص على اللي إحنا اتكلمنا عنه النهاردة؟ لا لا، عادي، كانت تهنيجة بسيطة مش مشكلة يعني، لو عملت الستارت السيرفر هيشتغل كويس. لا لا، ده ستاتيك، هو مش دايناميك. هو انت اوريدي، انت مش واخد بالك، انت لو عملت الناس لوك اب هنا، بص تعالى كده معايا هوريك حاجة تعجبك. تعالى على السيرفر بتاعنا مثلا ال 2008، اقول له سي ام دي، اقول له هنا ان اس لوك اب جوجل مثلا دوت كوم. هنا زي ما انت شايف سعادتك جاب لك الويب سايت اي اي بي من دول، لو كتبته هيدخلني على جوجل، ده الرينج المتاح للدي ان اس سيرفر بتاعي. اي اي بي من دول يدخلك، بس انت لو ثبت معاك الاي بي ده في اي وقت من السنه، في بكره، النهارده، امبارح، اي وقت حطيت ده في البراوزر بتاعك هيشتغل وهيفتح جوجل معاك. خد بالك، مش موضوع ثابت او مش ثابت، ده هو عامله على اساس ان هو يعمل لود بالانسنج. واحد يقول لي يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو قلت بينج، اقول له بينج جوجل دوت كوم، خد بالك من دي، هبقى على جوجل. فقال لي بص بص بص، او هو خد بالك، لما قلت له ان اس لوك اب جاب لي جوجل 173، ودلوقتي لما جاي ببنج وداني على 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 سايت واحد تاني خالص وبرنج تاني. واحد يقول لي يعني دول مش شغالين؟ لا يا حبيبي، كله شغالين. اقول له انتر، كلهم شغالين. افتح معايا كده ان شاء الله، ادي الايه اهو، كنترول في، ده جوجل حضرتك اهو، هيفتح ان شاء الله معانا اهو. انا كاتبه جول يا راجل، يا راجل يا راجل يا راجل، قول ايه بس، قول ما تقولش حاجه، جوجل مفيش مشكله، هو هيديني اي بي تاني. اوكي سوري. طيب بص ساعتك، هنا جاب لك اي بي كام في الاخر؟ 69. طب تعالى بص معانا في الايبات اللي كانت موجوده قبل كده، اول واحد تمام، طيب جاب لي 69. طيب هقول له فلاش اي بي كونفيج كونفيج على فلاش دي ان اس، خلاص. تاني لو سمحت، معلش، تعالى اقول له ايه، بينج جوجل دوت كوم، بص جاب لك كام؟ 67. غير،
يعني مرة ادخل عليهم الرقم ده خلاص. اه مرة اهو، تعالى اخش تاني 39. اوكي في الغالب كان بيبقى ثابت لفترة معينة، دلوقتي لا، ده دخلك على ده او ده او ده، وكلهم جوجل، يعني اي واحد من دول جوجل. ده تاني جوجل، قول ايه بس، ما تقولش حاجة تاني يا عم. جوجل اهو 67 اهو، ستيل 67 اهو، احط جوجل تاني اهو، جوجل 67 مغيرش. طيب اقول له فلاش دي ان اس، طيب بيكونفيج على فلاش دي ان اس، فلاش دي ان اس، وانت طبعا هنا في السيرفر، فتفتح الايه، تفتح المحروس بتاعك اللي هو الدي ان اس، تقول له صباح الخير يا عم الحاج، كلير الكاش، معلش لو سمحت، ايه اعلم في اي مكان كده فوق، هتقول له سوري ما هو بدي الكاش اهو، كاش دي لوك ابس، كلير الكاش يا مسهل، قول له جوجل اهو. خد بالك جاب لي 160، رقم تاني خالص، يعني بص رقم تاني خالص عشان نضفت الكاش. هو الداتا دي بتبقى ريزيرفد في الكاش بتاعك 24 ساعة، وبعد كده بتتدلت 24 اورز. طيب بص معايا هنا كده فوق، لو خدت بالك هو جاب لك رقم في الاخر، يعني انت من 69 65 70، يعني بص رقم ايه، يعني ما جابش 80 حتى، خلاص تحت خالص. انا جبت كام؟ رقم بعيد، جاب لي 160، رقم تاني خالص. تمام بقى متاح ليا بدر دلوقتي، لو قلت له ان اس لوك اب هيجيب لي ارقام تانية، يعني دلوقتي هقول له هنا اهو، هنا اهو هقول له ان اس لوك اب جوجل، طالما كده ده هو دلوقتي اشتغلت مع رينج تاني. بص حول لي رينج تاني 160 مش عارف كذا كذا كذا، كل دي ايبيهات جوجل، حوالي 65000 تقريبا اي بي او اكتر كمان، كل دي سيرفرات تعمل لك وتعمل ريدايركشن، دي كل دي ايباد ريال اي بيز محجوزه لجوجل. طبعا ده الاي بي فيرجن 6 بتاعه. حد عنده اسئله يا شباب؟ معانا ميدو تمام؟ تمام. ايوه اتفضل يا ايمن. ماشي اوكي. طيب. ماشي. يعني انت عايز تعمل الدي ان اس على لينوكس؟ يعني يا ايمن ارحمني دلوقتي، انت بتعرف تعمل انستليشن طب انا بتكلم دلوقتي يا ايمن، اوكي انا بتكلم دلوقتي. اوكي، بس ما يعني انا بكلمك في حاجه دلوقتي، ما تقوليش هنتعشى ايه النهارده، انا بتكلم في ده دلوقتي. اوكي طيب هادي عندك سؤال؟ تمام اوكي ماشي شكرا حبيبي. شبانه اللينك بتاعي بالظبط كده، اقفل يا ايمن دلوقتي. يا شبانه تمام، ما عندكش مشاكل حمد؟ تمام اوكي. طيب اتفضل. اتفضل. اه. طبعا انت ممكن تعمل بروجرام مثلا محاسبي، انت بتتكلم على بروجرامر مثلا، ممكن يعمل بروجرام محاسبي لشركة معينة وفي الباك دور بيعمل حاجات تانية خالص. بس في نقطة، انت لو تم اكتشاف حاجة زي كده، المفروض ان الراجل ده يتحول للمحاكمة ويطلب منه تعويض، الا اذا بقى هو كان صايع كبير وعامل ان البروجرام بتاعه فري، وكاتب انا لا ينم عن اي اخطاء ومش عارف ايه والكلام من ده، الحوار بتاع الايه الاجريمنت ديت، ومبرأ نفسه خلاص خلصت.
تمام تمام ممكن تقدر ان انت تتخطى هذه النقطة. طيب دلوقتي محمد صالح، معلم محمد صالح، محمد صالح انت معانا ولا نمت اساسا؟ اوكي سامي، سامعني يا سامي؟ طيب هاني، سامي معانا؟ طيب ايه انت فين؟ طيب ايه عندك اسئلة ولا عندك اي مشكلة؟ تمام شكرا يا سامي. هاني ايه الاخبار، عندك مشكلة او عندك اي حاجة؟ تمام يعني اوقف التسجيل بقى خلاص، كأنك بتراجع على الام سي اي تي، صحيح فعلا، الله ينور عليك.